زي ما احنا متعودين ان احنا كل اللي عايز يبعت لنا صورة بيبعت لنا صور اطفاله او صور المناسبات اللي عنده على الرقم اللي بيظهر عندنا على الشاشة على الواتس. في عندنا كريمة الاستاذ علاء عباس، الف مبروك للزواج على الاستاذ المحاسب محمد عبد اللطيف. الاستاذ علاء عباس، الف 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 مبروك لبنت حضرتك، وان شاء الله ربنا يا رب يبارك لها ويرزقها بالذرية الصالحة. لكل أصدقائنا اللي عايز يبعت لنا المناسبات بتاعتهم يبعتها لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة. وصور الأطفال ما تنسوش، أطفالنا احنا بنحب نشوف صورهم، بيحبوا يشاركوا معانا دايما. هنرجع تاني للفقرة التانية وهنتكلم على ثقافة الاعتذار، ازاي ممكن تقدر تعتذر، ومين بيعتذر، ومين عنده قابلية للاعتذار، الرجل أم المرأة، آدم أم حواء، ومين عنده ومين أكثر عصبية، آدم أم حواء، الرجل أم المرأة. هرجع تاني طبعا، أنا لوحدي مظلوم، معايا عبير وعبير، فأكيد رأيهم معرفش هيبقوا معايا أو هيبقوا مخالف. هنتفرج وهنشوف، هنقول النهاردة. أهلا يا عبير. أهلا يا محمد. أيوة عبير. أنا هقولك على حاجة، طالما انت طبعا أيوة. احنا بنقول اهلا لان احنا خلاص التعصب الرياضي خلص، فدخلنا التعصب الزوجين. انا هقول لك على حاجه يا محمد، هقول لك الاعتراف الاول، احنا نقول ان ازاي هو يعتذر او ان هو يقول انا اسف. طب ما تيجي الاول قبل ما نخش على الاعتذار نخش على مين اكثر عصبيه. لا مش شرط، مش هقدر احكمها. هنقول ليه، هنقول ليه، لان اللي بيتعصب اكتر هو اللي بيغلط اكتر، هو اللي بيعتذر اكتر، وممكن اللي بيتعصب اكتر بيغلطك اكتر. يبقى انت من عصبيتك ممكن ان هو يغلطك. ماشي عبير، اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر بيعتذر اكتر، صح الكلام؟ قول تاني. اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر فبيعتذر اكتر. ممكن أكتر ممكن يغلط اكتر، ممكن ما يعتذرش، يبقى دماغه ناشفه. اللي بيتعصب اساسا خلينا نقول اللي هو بيبقى يعني هنسميها حساس شوية. ماشي حساس شوية. لا ما انا ما اقدرش اقول حساس، معلش مع اعتذاري ليك يا ابي، مش معنى ان انا ما بتعصبش يبقى انا بارده وما عنديش لا لا هقول يعني مش حساس. شفتوا يا جماعه، لا لا العصبيه دلوقتي يبقى عرفنا مين اكثر لا عصبيه. لا انا عصبيه جدا على فكره. يبقى حواء. لا انا هادي اهو. ماشي لا 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 انا بس اديني فرصه ان انا يعني لو انا خدت العباره من اول كلمه يبقى كده انا ممكن اتظلم في الكلام بتاعي، انما لما تستنيني اكمل بقيه عبارتي هتعرف ان انا قصدي ايه، فساعتها انقضيني او قولي تمام. صح تمام. انا ما اقصدش ان اللي ما بيتعصبش يعني اللي هو اللي بيتعصب بيبقى حساس واللي ما بيتعصبش يبقى مش حساس، لا طبعا استحاله، لان الراجل عنده احساس والانثى عندها احساس، شيء مفروغ منه لان ربنا خلقنا ان احنا يبقى عندنا احساس، طبيعه الانسان كده. وانما احنا انا اقصد كلمه عنده احساس في ايه، في التعصب، ان زي ما محمد للاسف هكون معاك المره دي امينه. دي حقيقه، ان اعتقد ان الست فعلا ممكن تكون بتتعصب اكتر من الراجل لعده اسباب. الراجل هو بيبقى في شغله او الكلام دوت، فهنا ممكن يعصبه الشغل او الماديات، اما احنا عارفين ان البيت طول النهار انت في ضغوط ما بين الاولاد ما بين الاكل ما بين الشرب، وفي معظم الاحيان كمان في بعض بيشتغلوا، فبيبقى في ضغوط كتيره جدا على المراه، بالتالي بيبقى عندها ضغوط عصبيه فغصب عنها ممكن تلاقيها بتتعصب ولا ايه. لا قولي. ماشي انا بسمعك. ماشي انا ساكت. ماشي انا معاكي ان هي عليها ضغوطات كتيره، بس مين اللي بيبدا في الصلح، مين اللي بيبدا، مين اللي بيضغط على نفسه علشان يعدي المركب زي ما بنقول. هو انت بتقولي الراجل بيبقى عنده ضغوطات اكبر. ماشي. كام ضغط كتير. لا 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 ورغم كده مش انا هقول لك كملي كلام. بتعدي دلوقتي بتقولي ان هي بتشتغل، بتقولي ان هي عندها ضغوطات الطبيخ الكلام، ورغم كده ما بلاقيش ست بتتنرفز الا مثلا ايه نادر قوي، او بتتنرفز وجوزها مش موجود، هو بقى بيعمل حدود لكده، هو بيطيح. بصي هو انا ليه علشان عنده حاجتين، ان انا بره متعصب ومضغوط على الشغل. هو في حاجه هنا احنا بنتكلم فيها. انا فرحان فيكم فكملوا. طبعا طبعا عشان ما تشوف هنا عبير زي ما انت عايزه. ماشي بس هقول لك هنا مقصودي من كلامي هنا كلمه التعصب اللي انا اقصدها في الوقت الحالي، ان مين داخليا بيتعصب اكتر مش ظاهريا، لان ظاهريا هتلاقي الراجل هو اللي بيتعصب والست غصب عنها بتبقى مياله للكلام، لان مش هتقدر تتعصب على الراجل احتراما ليه. ماشي اه اوكي. فظاهريا
الراجل اللي بيتعصب، انما يعني اعتقد داخليا الست عصبيه جدا فوق ما تتوقع. ماشي، اللي انا فهمته من محمد ان هو بيتكلم على الخارج، على اعتقد صح ولا لا؟ انا ما اتكلمش على الخارج ولا الداخل، انا بسمعكم عشان انا قبل. طب انت دلوقتي دخلتنا في الاعتذار، احنا بنتكلم في الاعتذار الاول، لا خلينا في العصبيه الاول وبعدين نخش على الاعتذار. ما عشان اتعصبت فتعتذر. يبقى تاني احنا لسه ما اتفقناش مين اللي بيتعصب اكتر، لكن هو الموقف يا محمد هنقول الموقف عشان نقول تاني، عشان ما نرجع تاني على الراجل ولا اجي على الست. نمشي الموقف، نسيب الجزئيه دي وهنخش على الجزئيه الثانيه. يبقى اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر، لازم هيعتذر اكتر. طيب مش شرط يا محمد برضو، ما انا مش ماشي، ما انا معترض على كلامك. ما انا هقول لك على حاجه دلوقتي، مش شرط. انا عايز اشرح الجزئيه دي. طب ماشي، ما انا هقولها لك وهسكت. طيب انا ساعات مؤدبه وبتكسر، انت عارف انا بنكش دايما. دلوقتي مش شرط ان انا بتعصب، او مش شرط ان انا بغلط يبقى انا اعتذر. تاني انا لسه ما كنتش كامل كلام. يبقى اللي بيتعصب اكتر بيغلط اكتر، يجب انه يعتذر اكتر. لكن لما يبقى انت بتتعصب اكتر وبتغلط اكتر وما تعتذرش، كارثه. يبقى الحياه من هنا هيبتدي يحصل مشاكل كبيره جدا في حياتنا، لانك بتغلط وبتتعصب، نتيجه عصبيتك بتفقد اعصابك، تصرفاتك بتبقى خاطئه، كلماتك بتبقى متسرعه، قراراتك بتبقى ينقصها الصواب. فده يدل ان يبقى في مشكله. علشان ترجع بسرعه وتصلح المشكله دي يجب ان انت تعتذر. طب لو انا دماغي ناشفه، دماغي صعب ان انا اعتذر، مش قادر اعتذر، ما عنديش ثقافه الاعتذار، ما عنديش ثقافه الاعتذار كده. طالما ما عنديش ثقافه الاعتذار، النهارده عبير وعبير هتقول لك ازاي يبقى عندك ثقافه الاعتذار، ايا كان لحواء او ادم، هيقولوا لنا النهارده نقاط رئيسيه ازاي تقدر تدرب نفسك ويبقى عندك حلول سريعه لكل المشاكل اللي بتواجهها. لان مشكلتك ان انت تبقى متسرع في قراراتك، نتيجة عصبيتك هتصدر منك كل تصرفاتك خاطئة. نقول بقى بسرعة ايه النقاط الأساسية اللي ممكن ترجعنا او لازم نعملها علشان نعتذر. انا اولا انا مش عارفة انا بتكلم في ايه، ان انا صعب يعني انا بقول للراجل، انا مش عايز اشرح لسبب واحد، احنا عندنا وقت قليل جدا، فعايزين نقول نقاط أساسية لكل إن شخص. ان انا اعترف بخلط اول حاجة يبقى لازم اعترف بالخطأ. معنى ان انت اعترفت بخطأك يبقى اكيد الشخص اللي قدامك هيحس ده. النقطة التانية، النقطة التانية يا محمد دلوقتي انت زنقني في طيب. النقط هي مش نقط. خليني اقول لك انت زنقني في نقط، انا مش نقط، انا هقول انا عايز اقول مش شعار، انا بقول مش هيسمع كلام الشعارات او ساعة النرفزة او ساعة الغلط. انا مش هطبطب على حد اقول له اعمل كذا وما تعملش تاني كذا. ثقافة الاعتذار اللي يجب ان انا ادرب لازم من جوايا. كويس، يبقى اول حاجة اعترف بان انا خاطئ او انا في التصرف ده غلطت. اتنين، ما هطلعش مبررات لخطئي، لان انا غلطت ورايح استاذن الشخص اللي انا هعتذر له ما طلعش مبررات. ممكن اوعد اوعده كمان ان انا ما تكررش الخطا ده. غير كده في حاجه بس صغيره لازم نقولها، عشان قبل ما اعتذر او اتعصب في جزء لازم افهمه، امتى انا بتعصب او امتى انا بعتذر، ليه كده وليه كده. انا لازم اعترف ان احنا بقينا في عصر الست مكان الراجل، والراجل في بعض الاحيان بيبقى مكان المرأة. انتوا لسه قايلين كلام كويس، ان في الاخر في مشكله، في مشكلة حصلت، خلاص عدينا المشكلة. أنا بتكلم بقى مش عايز أطلع مبررات، أنا بتكلم على ثقافة الاعتذار، إزاي أقدر إن أنا أوصل اللي قدامي وأعيد بالنسبة نقاط أساسية. واحد، إن أنت تعترف بإيه؟ بالخطأ. بس ممكن أعترف مش عن طريق الكلام نفسه، ممكن أعترف إن أنا أجي مثلا أتكلم أعيد صيغة الكلام تاني بطريقة ما من غير ما أعتذر. اتنين، يبقى تصرفاتي تبين إن أنا بعتذر. ممكن ما أقولش كده. الحاجة التانية، ما أعيدش نفس الخطأ مرة أخرى، ما أكررش نفس الخطأ مرة أخرى وأقبل رد فعل اللي قدامي. حلو، هو ده بقى المهم يا عبير. إن أنا لما أجي أعتذر لك مهما يكون رد فعلك مش قابله في الأول، أحاول إن أنا أراضيك، لأن أنا فعلا غلطت لغاية ما تصالح. والتصرفات الاخيره تصرفاتنا لازم تدل على ده. بس يا جماعه، مع احترامي ليك يا محمد، صعب جدا. لازم نحط نقطه هنا، ان مش معنى ان انا باجي اعتذر او باجي اتاسف بطريقه او باخر لازم اللي قدامي يقبل ده. في كتير ممكن ما يتقبلش، لان ممكن بعتذر يكون اكبر من الاعتذار. لا، هو انا بعتذر لمين؟ في حاجات ما انا بعتذر لمين الاول؟ للطرف اللي انت غلطت فيه. بحبه ولا مش بحبه؟ بحبه. هي دي بقى يعني انا رايح له علشان اعتذر له عشان بحبه. ما انا لو ما كنتش بحبه مش هعتذر. يعني ممكن يكون تصرفك اكبر من الكلمه اللي انت هتقولها. يبقى انت تحاول ان انت تعتذر له برضه على قد تحاول تعتذر له. يبقى هنا هنقول نتيجه
مقدار المحبه هي مقدار الاعتذار. هي يبقى نفضل نقدر على طول لازم طالما غلطت في حد وحاسس ان انت غلطت ومش عايز اخسر. اهم نقطه في كل اللي بنقوله ان انت تشعر من داخلك انك بتحب عشان تتحمل المسؤوليه. إنك كمان أخطأ. يعني طالما انت غلطت غلط. اتحمل المسؤوليه غلطتك تمام. لازم نعترف بده. احنا معانا في كل حلقه مجموعه من الاسئله ومجموعه من الجوائز. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعلن اسامي كتير من الفايزين. النهارده معانا مجموعه من الاسئله. اول سؤال لشركه اطلاله. عبير هتقوله إطلالة للدعاية والإعلان اختصاصاتها تدريب وتصميم لوجوهات الشركات وإنتاج وتصوير الإعلانات. وسؤالها هو ما هو اللون الخاص بشركة إطلالة؟ ما لون اللوجو الخاص لشركة إطلالة؟ والجائزة واحنا موجودين في أثناء الحلقة اللوجو بتاع شركة إطلالة بيظهر معنا. ما هو لون لوجو شركة إطلالة؟ الجائزة 250 كل حلقة. ابعتوا لنا على طول على الواتس اللي بيظهر معاكم على الشاشة. عبير عندي شركة الفراعنة الاستيراد والتصدير بيقول ايه هو عنوان شركة الفراعنة؟ تمام. والجايزة 250 جنيه. مطعم مقرب بدوية الأسبوع اللي فات اللي عملوا لنا أكل رائع وعملوا لنا حلقة حلوة جداً. وعبير خلصت كل الأكل وعبير ما أكلتش حاجة خالص. السؤال بيقول يا عبير أكلوا البطة كلها يا جماعة. والله ما أكلتها. أنتوا عارفين العنوان إيه بتاع أنا مش عايز أقول عبير لأنكم شفتوا الحلقة وعارفين مين العبير اللي فيهم. هي اللي خلصت. أنا ما أكلت. يلا عبير. هي اللي خلصت. عندي اللي هي قرية بدوية. السؤال بيقول إيه هو عنوان قرية بدوية؟ وبيقدم لنا دعوة لفردين على العشاء أو الغداء. تمام. عندي تاني موقع inmaster.com بيقدم 3 عروض للشباب المقبلين للزواج. فياريت ندخل ونشوف كده ايه هي العروض دي ونستفاد منها. السؤال بيقول ايه بقى ايه هو شعار موقع inmaster.com؟ موقع egbooking.com بيقدم لنا عروض للسفر الى اسوان وعروض للسياحة الداخلية في مصر. عروض هايله جدا. ياريت كلنا نخش الموقع ونشترك. والاسعار هنشوفها الاسبوع الجاي ان شاء الله لان هيبقى معانا لقاء مع الدكتوره داليا ابو المجد وهتقول لنا العروض الجميله. وانتظروا الاسبوع الجاي كمان جوائز سياحيه رحلات للي هيسمعونا او هيشوفونا الحلقه اللي جايه. فحلقاتنا كلها زي ما انتم عارفين ان احنا مش بنحاول بس ان احنا نتكلم في حاجات مهمه. بنحاول ان احنا نسعد جمهورنا ان احنا نشاركهم في مسابقاتنا وجوائزنا علشان نبقى متواصلين معاكم على طول. نرجع تاني. عبير عايزك شكلك عايزه تقولي حاجه فقوليها عشان ما تبقيش متضايقه. انا ما اتضايقش ابدا بوجودكم معايا طبعا وبوجود جمهوري. لا ابدا هو بس كل ما في الامر ان فعلا عشان يبقى معانا شباب واطفال يكبروا ويبقوا امهات وابهات كويسين لازم تعصب. لا لازم ما نبداش نقول هنعتذر ونحس ان الحاجه دي سهله. قبل ما يبقى جوانا الاعتذار لازم يكون جوانا عدم الخطا. عبير هقولك يا محمد ان الاعتذار بالنسبه لاي بني ادم بيبقى صعب قوي. بس لما يحس اللي قدامه بيعزه قوي او ان هو هيخسره هيضطر ان هو فعلا يعتذر. انا عايز اقول كلمه. لو انت اخطات في زوجتك امام اولادك يجب ان الاعتذار يكون امام اولادك. لو انت اخطات في زميل ليك امام زمايلك فيبقى يجب ان الاعتذار يجب امام زمايلك. يعني ما ينفعش ان انت تغلط فيه في العام. دايما بنقول النصيحه في العالم فضيحه حتى النصيحه. فيجب ان انت تصالحه وتعتذر له. في حياتنا ما بنلاقيش ناس كتير بتحبنا او بنحبهم. في حياتنا يجب ان احنا نحافظ على الناس الحقيقيين اللي موجودين لان في الفتره دي انتشر ناس مش حقيقيين مزيفين بيعرفوك للمصلحه. لكن الناس اللي بيحبوك بجد هم دول اللي لازم تعتذر لهم ولازم يكونوا جنبك ولازم تكون بجانبهم. لان فعلا فعلا احنا محتاجين في الوقت ده لمصر ان احنا كلنا نحب بعض نحب بعض قوي ونعتذر لبعض لو غلطنا. أنا بشكركم بجد. الحلقة النهاردة والوقت جري معاكم بسرعة. كنت معاكم محمد هاشم وعبير زياد وعبير
زهيري. زهيري. كنت عايز كل واحده فيكم تقول اسمها بس انتوا ما خليتونيش اقول. طب تاني عبير. زياد. عبير. زهيري. اصدقائي انتظرونا الحلقه الجايه قبل الميعاد بساعه، ودايما دايما ببقى مبسوط ان انتوا موجودين، ببقى موجود معاكم وانا وعبير وعبير، وبشكر كل فريق العمل اللي موجودين معانا، بشكركم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله.